ننتقل أعطيك؟ لا ننتقل الآن إلى الصف الآخر لزيارة الطلاب والطالبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ رمضان ما شاء الله بسم الله حياكم الله الله يكرمك جزاكم الله خير. اجلس والله مناسب اجلس. هذه اي صفوف؟ نعم اي صفوف؟ هذه من الفصل الاول الى الفصل الثالث الاعدادي. كله هنا؟ اي والله. من الصف الاول الى الثالث الاعدادي؟ يعني اول التسع. كم سنوات؟ تسع سنوات؟ سبع سنوات الى يمكن الى التسع. 9 7 15 7-8 سنوات أي العمر. لا ليس العمر. كم سنة تدريس؟ ست سنوات. تسعة يا شيخ. تسع سنوات. نعم. وكلهم يجلسوا في غرفة واحدة؟ لا 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 مقسم. بعد الظهور ويقرؤون مثال للتجويد ثم يقسمون الى فصول. ثم بعدين يدور الشعب فصل. ايش الان حصه التجويد الموجودين؟ كتاب مشدد المدبر. هذا كتاب التجويد. السلام عليكم. I'm going to go to the school. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء والستة من يعرف أحرف المد؟ ممكن تقول لهم حروف المد. حروف المد أكف طيام ألف واو ما شاء الله ويا. لكن ضروري إيش؟ ألف قبله مفتوح، واو قبله مضموم، ويا قبلها مكتوب، والألف والواو والياء تكون ساكنة. حرف المد ساكن قبله الحركة مجانسة للحرف مفهوم؟ الله يتقبل الله. هذا جهدكم طيب بس الله عز وجل يقبله. الله يكون زين. أتقبل 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 يا الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هؤلاء الطلبة يجلسون على عسف النخيل ولقلة عدد الصفوف يجلسون الإناث مع الذكور، هذا حالهم. الحفظة حفظت كتاب الله، أهل القرآن، هذا حالهم، فكيف نكون معهم وكيف ندعمهم إن شاء الله في الأيام القادمة بإذنه تعالى. مستعد.